أنت أسباب كل كربي، وأنت أسباب ما جرالي. إيه بقالي حيواسيني بعد ما انهدت أمالي؟ إذا كان حظي نسيني، مين أروح له أشكي له حالي؟ إن شكيت قلبي وحواسي يعملوا مؤامرة عليا، وإن بكيت الحب قاسي تشتكي مني عيناي. وعمل إيه واحنا في غربة والأغراب دول زي يتامى؟ من يواسيهم في كربة يا ما بيقاسهم، ويا ما يا ربي كل من له حبيب وطالب عدو ولا قريب، ما تحرموش منه وهاتوا له بالسلام. الله الله، تسلم، منورني النهارده. واحلى ختام، الفقره الفنيه بتبقى قصيره كده، وبنجيب لحضراتكم نماذج منوره في الفن المصري الاصيل، وبيرجعوا لنا الذكريات الحلوه. منورنا النهارده المطرب والفنان اسماعيل صادق، مطرب في الفرقه القوميه للموسيقى بدار الاوبرا. اهلا استاذ اسماعيل. اهلا وسهلا. احلى ختام مع حضرتك يا استاذ اسماعيل. الله يخليك. احكي لي حكايتك مع العود ومع دخول الفرقه القوميه. والله انا اولا انا بورسعيد، وشرفني ان اكون بورسعيد طبعا. بلد يعني انا بحبها جدا، بحب ترابها جدا وناسها طبعا. وبلد الدندنه الحلوه كمان طبعا. يعني بس اصلها سنسميه. سنسميه دي اصل فرحه. وزائد فيها بهجه صح طبعا. فجيت 86 سنه 86 التحقت بمعهد الموسيقى العربيه، كان الاستاذ ابراهيم الحجار والاستاذ المايسترو عبد العزيز عباس. وبعدين اول ما اسسوا الفرقه الموسيقى القوميه للموسيقى العربيه كان الدكتور الرتيبه الله يرحمه، والمايسترو سليم سحاب صاحب فضل كبير علينا كلنا كمطربين في الاوبرا الى الان. والحمد لله انا ببدا اعلم اجيال اللي هم الشباب اللي هم داخل سكه المهرجانات، برجعه تاني ان انا اعلمه موسيقى عربيه. وعامل فرقه بشتغل في الساقيه، بحاول انقل الموسيقى العربيه اللي في الاوبرا الى الاجيال سيد الصاوي. والحمد لله عندي شباب كويسين جدا ومبسوطين بالتراث والزمن الجميل بتاعنا. ده لون جميل، وطبعا بحيي حضرتك عليه، وان شاء الله هيبقى لنا واقفه مع الفرقه كمان باذن الله في فقرات جايه في الحلقه. بشكرك وبشكر حضراتكم، هنقابلكم بكره ان شاء الله في المساء مع قصوى. وهسيب حضراتكم مع ضيفنا الفنان اسماعيل صادق اللي بشكره، وعايزين بقى نسمي حاجه للناس، واسيبك معاه. الدنيا ماهيش دايمة، وياما على العالم قايمة، حلوها وافرحوا بيها، والطيب اعملوا فيها احباب، والانس يجمعنا اخوات، العداوة والرداوة. يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة الدنيا، يا حلاوة يا حلاوة. لا لا.
حلاوة.